مساء الخير، اهلا بحضراتكم وحلقه جديده بوضوح. والنهارده بنكمل حديثنا عن موضوع مهم كنا بداناه، موضوع رحله ارواح المؤمنين اللي بنحاول من خلاله نتعرف على رحله روح الانسان منذ خروجها من الجسد وحتى يوم القيامه. في حلقه النهارده هنحاول نناقش موضوع مستقر الارواح في البرزخ وسؤال الميت في قبره. هل السؤال يكون للمسلمين فقط أم للكفار والمنافقين؟ وحنشوف إزاي تتلقى أرواح الموتى. كل هذه الأسئلة سوف نبحث لها عن إجابات شافية مع ضيفنا العزيز فضيلة العالم الجليل الشيخ الدكتور محمود المصري. برحب بيه، أهلا وسهلا. فضلتك، يمكن الحقيقة الحلقات السابقة يمكن سابت أثار طيبة عند الناس وأيضا سابت تساؤلات. اسمح لي أن أنا أعرض على فضلتك بعض هذه التساؤلات قبل أن نستمر في عرض يعني الموضوع. يعني حد بعت بيسألني بيقول لي هل الجنازة السريعة دي مؤشر إلى سرعة إقبال الميت أو إلى معرفته مستقره ومكانه في الجنة؟ وهل الجنازة البطيئة التي تسير ببطء شديد معناها أن الميت يخشى من الحساب أو يخشى من موائد؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حقيقة ورد فيها حديث في غاية الروعة والجمال، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني، وإن كانت فاسدة أو إن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين يذهبون بها، يسمعها كل شيء في الكون إلا الإنس والجن، ولو سمعوا ما استطاعوا، يعني لا صعقوا وما استطاعوا أن يسمعوها. يبقى إذن هو مسألة حمل الجنازة. دكتور عمرو، بعض الناس بيظن يقول لك الفلان ده ما شاء الله كان جنازته كانت بتجري، وفلان ده جنازته كانت بطيئة. هو الحقيقة هو شيء من التوهم. ليه؟ قول لحضرتك، أنا ميت ومحمول على خشبة، هل أنا اللي بجري الجنازة؟ لا، إنما ربنا اللي بيسر إن اللي شايلين الجنازة يتيسر لهم طريقهم فيجروا بسرعة، والتاني مش متيسر طريقه. ده نوع من التيسير الإلهي، إن ربنا بيسر لدولت ومش بيسر لدولت. طيب ليه المؤمن بيقول قدموني قدموني؟ من كتر الخير اللي شافه. احنا قلنا البوادر، ملايكة بيض الوجوه بيض الثياب، قلنا الموضوع وذكرناه، فجايين فجلسين منه مد البصر، وبعدين بشروه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا من اللي جاي ولا تحزنوا على اللي فات وأبشروا بالجنة. نعم. طيب أنا أبشروا بالجنة دي أوديها فين؟ أنا مشتاق خلاص بقى، أنا سمعت عن الجنة كتير والمشايخ كلمونا كتير عن الجنة ووصف الجنة وحور الجنة ومشتاقين بقى للجنة، فعايز نخش. فيحصل إيه؟ فهو مش عايز التباطؤ ده، فيقول إيه؟ يقول قدموني قدموني خلصوني، أنا عايز أنزل عشان في نعيم مستنيني في قبري اللي الناس خايفة منه، القبر اللي الناس خايفة منه. المؤمن ورب الكعبة هيقول يا رب يا رب قدمني للقبر، يا رب يا رب يصلي نخش بسرعة عشان أشوف النعيم اللي مستنيني في القبر، اللي هو الاثناشر نعيم اللي ذكرناهم في الحلقة اللي فاتت. يبقى إذن قدموني قدموني. طب وإن كان غير صالح؟ يقول يا ويلها أين يذهبون بها، تمديني فين، أنتوا عارفين أنا يحصل لي إيه، أنتوا ما شفتوش أصلا اللي حصل لي عند طلوع سكرات، عند طلوع الروح في سكرات الموت، أنتوا ما تعرفوش العذاب والمعاناة اللي أنا شفتها، واللي جاي أصعب واللي بعده أصعب لو كان كافر، أما لو كان عاصي فكل مدة بتعدي فذنب بيخلص بالعقوبة اللي بتعاقب بها حتى ما تنتهي الذنوب. وعلى فكرة معلومة صغيرة خالص ومهمة أوي، إني في إنسان ذنوبه تنتهي في الدنيا، وفي إنسان ذنوبه تنتهي في السكرات، وفي إنسان ذنوبه تنتهي في القبر، وفي إنسان ذنوبه تنتهي في أرض المحشر. إزاي؟ واحد، ندي مثال بأرقام، طبعا الأرقام دي ما وردتش لا في حديث ولا آيات، أنا بدي مثال بس أوضح ليه لمشاهدين الكرام ربنا يعزهم. أفترض إن أنا عندي 100,000 سيئة، فربنا ابتلاني بابتلاءات وصبرت عليها فتكفرت 100,000 سيئة، أجي عند السكرات أنعم في القبر، أنعم في الأرض المحشر، أنعم أخش الجنة بعد كده، تمام؟ حلو كده؟ خلص الموضوع. عشان الناس اللي بتسعى من الابتلاءات، لا، الابتلاءات ده تكفير ذنوب،
ولا طب خلاص يبقى مفيش تكفير ذنوب المرض ويبقى انا اعذب والمرض ما هو المرض ده من اعظم اسباب تكفير الذنوب ما هو اللي بتلاقيه عباره عن ايه. واظن فضلت لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك او اعجاب ودوس على كلمه الاشتراك او سبسكرايب عشان تشترك معنا في القناه وتدعمنا، وكمان ما تنساش تفعل علامه الجرس علشان كل ما نعمل فيديو جديد يوصلك تنويه، وطبعا هتعمل شير لاصحابك عشان